ماذا لو أسوأ حلب رجعت زي زمان؟ هو عبارة عن عبق من الماضي، أطول وأقدم من الأسواق المسقوفة زي ما قالت اليونسكو. سقف طوله 15 كيلو، أسواق مساحتها 160 ألف كيلو وعمرها 1000 سنة، وهترجع حلب تبقى مركز التجارة بين الشرق والغرب، وتتحقق تاني مقولة الرحالة اللي محدش عارف اسمه واللي قال اللي بيتباع في القاهرة في شهر بيتباع في سوق حلب في يوم واحد بس، وهيرجع يشتغل 39 سوق اللي في حلب تاني من جديد، كل سوق منهم متخصص في بيع حاجة معينة. فنرجع نندهش من جمال الأقمشة في سوق الدهشة، ونشتري أحسن وأرخص ذهب من سوق السياح، ونعدي في النص على سوق المحمص نشتري جزمة جديدة، ونرجع نشوف أحسن الأقمشة في سوق الشام واسطنبول العتيق والمركبولة. نفسي أروح حلب، حلب اللي بيقولوا عليها أيام الدولة العثمانية لو كانت السفارات في اسطنبول فالقنصليات في حلب. لكن بعد الحرب أسواق حلب اتغيرت، وحسب تقرير اليونسكو 2019 فتلت مدينة حلب الأثرية واللي منها الأسواق اتدمر تماما، والباقي اتدمر بشكل كبير، و10% بس من المدينة اللي فضل زي ما. وعلى قد ان دي حاجة حزينة فالتاريخ بيدينا أمل، علشان دي مش أول مرة تتدمر فيها حلب. أول مرة اتدمرت المدينة كان بسبب زلزال سنة 1138 اللي دمر المدينة بشكل كامل، بس رجعوا أهل المدينة بنوها لحد ما اتدمرت تاني على إيد المغول بعديها بحوالي 100 سنة، وبرضه وقفت على رجليها تاني، ويا دوبك بتفوق جه تيمور لاند سنة 1400 دمرها تاني وقتل أهلها وبنى من جماجمهم جبال. لكن بيرجع أهل حلب بذكائهم وحرفيتهم اللي ورثوه جيل بعد جيل يرجعوا الحياة من تاني لحلب بعد الخراب والدمار. أنا عارفة إن الموضوع دلوقتي ملوش علاقة بس بأهل حلب، بس أنا لسه عندي الثقة والأمل إن الأمور هترجع زي ما كانت، هترجع كل المحلات اللي في 39 سوق تفتح. جبنا كهرباء، جبنا مي، جبنا هاتف، جبنا صرف صحي، ويجي الناس من كل حتة في العالم تتسوق وتتمشى في شوارع السوق اللي بيربطك بتاريخ طويل، فتحس انك ماشي في متحف مش في اي سوق عادي. تتسوق وتنبسط بأشعة الشمس اللي داخلة من فتحات السقف، ويجوا التجار من كل حتة في العالم، وترجع أسواق حلب مركز التجارة بين الشرق والغرب. يمكن اليوم ده يجي بكرة أو يمكن بعد 10 سنين، بس الأكيد إنه جاي، وهترجع حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا من جديد. كل الدعم والحب لأهل المدينة البيضاء حلب.